مشاهدينا للحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلينا المحلل السياسي السيد أبو فراس الحمداني. أهلا بك سيد أبو فراس. أهلا ومرحبا بكم ومشاهديكم الأكارم. سيد أبو فراس، أكثر من مرة يرد اسم الجبوري أو المعروف أبو مازن بملفات الفساد وقضايا وصفقات للفساد. طيب كيف هو الآن حال العملية التربوية، إذ أن أبو مازن هو من رشح وزير التربية الحالي، كيف سيكون حالها؟ تفضل. يعني ما زلنا تحت نفس الدوامة حقيقة، يعني وزراء حزبيين تابعين لكتل ويعتبرون بأمر الكتل، وشاهدنا كيف يقسم الوزير على تبعيته لرئيس الكتلة وعلى عدم قيادته والانصياع له والانصياع لقراراته، وبالتالي يعني أبو مازن من الحيتان الكبار. ما أعتقد أكو إنسان منصف وعاقل ويدرك الحد الأدنى من الضمير الوطني ما يعرف أنه أبو مازن رجل من الحيتان الكبار وشون بدا وشون انتهى. وبالتالي يعني اذا كانت الحكومه تامن بالعكس، يعني الحكومه والبرلمان واللجان البرلمانيه ودوائر الاستخباراتيه، اذا كانت تامن بالضبط بمصلحه الشعب هاي مصيبه. لانه انت شنو اليوم تحكم على محافظ تكريت السابق عمار الجبر، تحكم عليه غيابيا يعني بعد ان هرب او هربوه، وبالتالي يعني تغلق ملف كبير من الفساد، لان هذا كان صبي من صبيانه، هذا كان يشتغل عندهم، هذا تم تعيينه من قبل كتل سياسيه مثل الاخرين. طيب كيف يؤشر ذلك على موقف الحكومه الحاليه بتمرير مرشح ابو مازن؟ يعني الحكومه جاءت بالتوافق، الحكومه جاءت ضمن صفقه حزبيه بين الكتل الكرديه والكتل السنيه والكتل الشيعيه، والقصه معروفه، بس احنا خلينا نحدد المهام. الوزير الان الفاسد هو يتحمله كتلته، بعد كافي يضيع حقل بين القبائل. وزير الكهرباء تابع لدولة القانون، أي فساد يعني دولة القانون فاسدة، أي تخلف، وهكذا الوزراء الآخرين تابع للحلبوسي والتابع لأبو مازن. إحنا الآن الوزير تم تعيينه من قبل الكتلة، وبالتالي الكتلة تتحمل مسؤوليته، ما ينسجل الوزير وحده، ينسجل زعيم الكتلة، تنسجل اللجنة الاقتصادية بالكتلة، تنسجل مدير مكتبه، وبالتالي دول صبيان يعملون لدى الحيتان الكبيرة. وانا اعتقد هنالك العشرات من الوثائق التي تدين به ابو مازن، اذا ابو مازن يستق بايران والاخر يستق بامريكا وواحد ثاني يستق ما ادري وين، فبالتالي حقوقنا واضحه والفاسدين واضحين، واعتقد انه الخنادق فرست بشكل واضح. ما يحتاج بعد لا القضاء يحتاج وثيقه ولا السيد السوداني يحتاج وثيقه، واضح الامور طالما هو يحاط بحيتان كبار، فبالتالي طيب سيد ابو فراس، اذا كيف يمكن لبغداد وسلطتها الحاليه الان التاثير بملف الفساد المستشري هذا، كيف ممكن ان تنهي الفساد؟ والله ما عنده قدره، يعني السوداني حقيقه ما عنده غير الاستناد للشارع والاستقواء بالشارع، يحرك الشارع، لانه عمليه الانقلاب على هاي التقاليد السياسيه وعلى المافيات الحزبيه وعلى التوافق الخارجي والدعم الخارجي ما يقدر وحده، صدقا يعني هو ايش قد ما كان عنده نوايا حسنه وايش قد ما كان ملف الوظيفي ملف نزيه، لكن فعلا ما يقدر، يحتاج الى دعم الشارع، احنا ما معقول نبقى واقفين على التل. رجل ده يشتغل ويحتاج دعم، وانا اوصلت رساله من احد الوفود اللي زارته، قالت تحركوا بالشارع حتى انا اكون قوي امام الاخرين، تحركوا وثيروا ملفات فساد وطلعوا مظاهرات حتى انا اقدر اضرب، حتى انا اقدر اضرب الكبار. هو الرجل حقيقه يتحرك ضمن حقل الالغام، احنا ما طالبه يعني بالمستحيل. مصيبه عندنا بالعراق، مصيبه في كل دائره وفي كل شارع وفي كل محافظه وفي كل وزاره وفي ملفات فساد هائله، وبالتالي يعني كما وصفت بلاسخر نظام سياسي يعمل بالضد من شعبه وطبقه سياسيه فاسده بدون استثناء، ما طلع زعيم سياسي رد عليها وقال احترموا نفسك، احنا ناس منتخبين ونمثل شعب، شلون تقولين على الفاسدين؟ بالعكس اعتبروه دعم للنظام السياسي. نظام سياسي واصل مرحله حقيقه طبقه سياسيه كلها سنيه شيعيه كرديه، الكل متهم بالفساد والكل يعني يعطي شرعيه للفساد والكل مساهم في هذه عمليه المحاصصه، ولحد الان لم نسمع من احد يرفع ايده عن الوزير ويقول الوزير امام القضاء، الوزير يجمد رجاله بالدوله العميقه، يلغي اللجان الاقتصاديه، ما زالت يعني الحرب على المناصب وما زالت الحرب على النفوذ وما زالت المنافذ الحدوديه كما شفتوا في تقريركم حقيقه السيطره عليها جهات سياسيه، ملف المنافذ والموانئ والمطارات تسيطر عليها جهات سياسيه والسرقات، يعني ما نحمل طيب هذا الشيء. طيب ما الذي يمكن ان يحد من سيطره المتنفذين على المنافذ الحدوديه، يعني الذي بات موضوع مهم الان كانما ظاهره؟ والله احنا ما عندنا اي ثقه باي طرف عراقي، استعينوا بشركات مثل ما تفعل دبي. حتى العقود المبرمه ما بين الشركات والوزارات ايضا يشوبها فساد.
لا شركات اجنبيه يا اختي، هذا جبل علي موجود، جبل علي بيه 7000 شركه شحن، مدير يدير حجم مالي 180 مليار دولار سنويا، ويدخل لايراد الامارات 20% من ايرادهم القومي، طبعا بالصناعيه وسياسه ترانزيت، بس هو اللي دار من قبل شركات امنيه، شلون كان مطار بغداد يدار من قبل شركه امنيه لمده من 2003 لحد الان، شالوها وجابوا شركه نصب واحتيال صاحبها بكندا، ما عنده مقر بهالشركه، وهذه حقيقه، هذه واجهات البلد، هذه يعني مركز السياده، مركز القانون، هذه تهرب من عندها الاموال وتدخل من عندها المخدرات وتخرج من عندها ناس مطلوبين للعداله، وبالتالي يجب ان تخضع المنافذ الحدوديه لاداره، يا اخوان جيبوا شركه بنغاليه، شركه تفتح ضوابط، شركه بريطانيه، اي شركه كانت معروفه، اكو شركات تسيطر وهي اللي تخمن، والدفع كله الكتروني. طيب سيد فراس، يعني تزايدت كثيرا حالات الاعفاءات الضريبيه بشكل كيفي، كيف ممكن ان تحد او يحد من هذه الظاهره؟ يعني ماذا هذه الاعفاءات الضريبيه بشكل كثير؟ اختي عندما تعطى الصلاحيه لحزب يسيطر على منفذ حدودي، صلاحيه إلى هي صلاحيه مو عنده، المفروض الصلاحيه على السلطات عليا، ماكو اعفاء جمركي، شنو الاعفاء الجمركي؟ شاحنات تدخل للبلد تاخذ من عندها، بس الاعفاء الجمركي هاي العشر شاحنات حصه فلان، وهاي ال 20 شاحنه حصه فلان، واحنا نعرف اللي دا يصير بالبلد، يعني 4 مليارات تخرج بالطائرات عبر مطار بغداد الدولي، يعني هذا مو معناها اكو تسيب واكو فوضى، وصفقه الطرد الاخيره اللي هذا حملوها براس نور المظفر، نور المظفر مو ماخذ مركز الحاويات، يعني مدير الموانئ وياه اللي هو من الصدري، ووزير النقل اللي هو من بدر متعاطف وياه، وشلون صار؟ يعني غير يسيطر على كل ارصفه الموانئ بالعراق؟ زين هذا ليش ما يكشفون التحقيق مالته ونعرف كل الحيتان الكبيره اللي وراه؟ ليش صمت كامل؟ ليش ما يكشفون التحقيق والاعترافات مالته ونعرف من اللي كان يدعمه ومن اللي كان يسمح له ومن اللي كان يوفر له الغطاء؟ ما اهم المعوقات التي تواجه حكومه السودانيه في المرحله الحساسه هذه؟ اللجان الاقتصاديه والاحزاب المهيمنه ورجالاتها بالدوله العميقه في طيب. كل دائره، ترى ماكو واحد يسرق بالعراق ما وراه حزب، ماكو واحد يسرق الوحده، ماكو مدير عام يسرق الوحده، خلي نعرف هاي الامور صارت عنده كلش واضحه، الاحزاب عندها رجالات بالدوله العميقه ومتوسكه برجالاتها بالدوله العميقه، والسيد رئيس الوزراء يعني اذا يريد ياخذ بس ملف الصحه يراد سنوات، ملف الموانئ يراد سنوات، وبالتالي المهمه كبيره جدا، يحتاج الى فريق طيب عمل من 500 الاجراءات شخص. التي تلخص على الاقل خطوات اوليه، والله اختي تنعاد عقوبه الاعدام، ضابط حاطينه برتبه اللواء يحافظ على الوسط العراقي لسرقه، ضابط في جهاز مكافحه المخدرات يكون شريك وهي تجارة المخدرات، هؤلاء ماكو عقوبة، اختي اعدام، احنا دولة سيادة وعلم وقانون، هؤلاء لما يوصل ضابط بالجيش العراقي برتبة لواء، لما يسرق جهاز المخابرات اعدام، لأن هذا خيانة للمهنة، خيانة للأمانة، خيانة للوظيفة، هو ضابط، يعني احنا ما عندنا منظومة قيم رادعة، ضابط شلون أعاقبه؟ شنو أعاقبه؟ أجمده لو أخذ أمواله، سمعنا أمس القضاء ياخذ اموال احد الضباط اللي ضخمت امواله بطريقه غير، لا هذول ينعدمون، احنا لازم مثل اي دوله بالعالم، وهذول يتعرضون الى اقصى العقوبات، وبعدين انت الصادر اموال المنقوله وغير المنقوله. طيب سيد ابو فراس، لو سمحت، في حال استمرت الحال على ما هي عليه في هذا الفساد المستشري وهذه الاخفاقات من الحكومات المتعاقبه وحتى الحكومه الحاليه، كيف تتوقع موقف الشارع العراقي من التظاهرات او الاحتجاجات؟ يعني هم يسيرون نحو الهاويه، لانه انت بالنتيجه، يعني انا اعتقد يعني بغض النظر عن التصنيفات الطائفيه، ولكن هذه الحكومه هي الفرصه الاخيره لحكام الشيعه، فرصه اخيره، لان مناطقهم منتفضه ضدهم، نسبه يعني الفقر بالسماوه والناصريه 40%، نسبه البطاله عندهم، التظاهرات عندهم، الضيم كله موجود بالجنوب، اذا هذول بقوا يبوقون، اذا هم صاروا شرفاء، الاخرين ما يقدرون يسرقون. السنة ما يقدرون يسرقون، السياسيين السنة لو الشيعة يسرقون، الدعم السوداني مو بالشعارات مو بالحكي، نحتاج فعلا كل حزب يفصل الفاسدين اللي عنده ويجمد رجالاته بالدولة العميقة، اختي الموانئ تسيطر عليها احزاب، المطارات تسيطر عليها احزاب، المنافذ الحدودية تسيطر عليها احزاب، من الخطأ نتحدث عن مافيات الفساد بدون بمعزل عن الاحزاب، مافيات الفساد هي واجهة للاحزاب، ماكو شخص يعين على منفذ حدودي الا هو معين من قبل حزب، والحزب ياخذ حصته، فبالتالي احنا طيب امام. لو سمحت في سؤال اخير وعلى عجاله، لو سمحت في مساله تغيير مواد الدستور وبالاخص الماده 76، هل السوداني قادر على ذلك؟
يعني هو قرار قضائي، وبالتالي هو يعني الموضوع مو يم السوداني. اذا القضاء اكو سلطه قضاء، اكو مجلس اعلى عن القضاء، إذا واحنا نحكي عن فصل نعم السلطات. إذا نتوقع هناك تغيير في المادة. بالتاكيد يعني هو القضاء اذا اقر، وبالتالي يعني ماكو راي للاخرين. يعني شفنا في كل الخلافات القانونيه المحكمه الدستوريه ومجلس القضاء لما يصدر قرار يكون قاطع، وبالتالي بعيد عن الصفقات. ولو هو اصدر مجلس القضاء حول النفط في كردستان غير دستوري، اصدر نعم قرارات اخرى، نتمنى ان الصفقات الحزبيه ما تلتف على قرارات مجلس القضاء وما يعني تهمش مجلس القضاء. دوله بدون قضاء حر ونزيه ويمثل اراده الناس دوله غير محترمه وسياسه بائس. طيب إذن شكرا جزيلا لك المحلل السياسي سيد أبو فراس الحمداني، شكرا لانضمامك إلينا.